هاي مو مالك ومالي يا اخواني انت بالمسجد والمساجد بيوت لله تعالى زين احنا شو سوينا فالمساجد مخصصه للطاعه والعباده والافضل اخوي انك تشتغل وقتك في ذكر الله وتحترم المصلين وما تزعجهم ويقول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب اسف لانني ازعجتكم في المسجد وانا بعد اعتذر وان شاء الله بلتزم بآداب المسجد